الصراحة أجمل لحظات اللي عشتها في الأكاديمية هي ثلاثة مرات رجعت فيهم على الأكاديمية بصوت الجمهور وعرفت محبة الناس ليا. أسوأ لحظة عشتها هي اللحظة اللي تسنيت فيها اليوم النتيجة. كانت لحظة بصراحة شوية خفت فيها. كانت أسوأ لحظة. حبي زينة ولا لا؟ طبعاً بحبها. تحبيها قوي ولا لا؟ طبعاً. تعتبريها صديقتك ولا لا؟ بصراحة في الفترة الأخيرة كانت زينة أقرب وحدة ليا، حيت ما عرفتش شنو طرا بعد المرات في لحظة قصيرة أو فترة قصيرة كتحس الأشخاص قرابين ليك. سو زينة من هاد الناس، من هاد الناس هادو. أقرب شاب لإلي هو رافائيل طبعاً. رافائيل هو اللي علمني بزاف الحوايج في الأكاديمية وقواني وعاونني. حنان ما تخافي من شيء، انت هون تكسر الدنيا، ما تخافي. كنبغي نقول ليه ميرسي، شكرا، ثانك يو، ايش اللي بديش، اي لاف يو، جو تيم، باسكو علمتيني بزاف ديال الحوايج وخليتيني اقوى، خليتيني نكمل هذه المرحله. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. 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 غادي ندير نفس الحاجة، لأنه أنا فاش يعني المحبة كدير هاد الشيء. وبالنسبة لي أنا بالعكس ما ندمة على تشي لحظة عشتها، يعني صارت موقف صار بيني وبين رافائيل، حيت بالعكس أنا كنعيش كل لحظة بلحظتها، وسواء جات عصيب أو لما جات عصيب أنا كدير يعني كشخصية. وأبدا يعني ما كندم على تلحظة عشتها هنا تعصبت فيها على رافائيل أو لدبزنا أنا ورافائيل مع بضياتنا. رافائيل عم بحترم تحترمني، اوكي؟ حبيبتي تعا خبري خبرية، شو خص كلمة دقكم بس جربك جيبي لي سيرته، شو خصه هو؟ هو انا زلمة طالع له من ايه وعادة، زلمة انت تفكيرك يا زلمة، انت بتفكيرك ما له طعمة. منيح انت؟ شو حبيبي؟ منيح؟ كيف حاسس حالك؟ إذا أنت منيح أنا منيح. لا عن جد عم بحكيك. عادي ما هلا أنت قمت؟ ميرسي. ميرسي على الاحترام. شو بدك؟ افضل صف عندي كان عند مدام بيتي ومدام ميدي. مدام ميدي لانها كان حسها حنين حنونه عليا. عرض وحده مش اثنين. يلا اوكي. اوعى. يلا. مدام بيتي لانه طورت معها بزاف في التمثيل وفي المسرح يعني، وليت كنعرف نعبر اكثر واكثر. وكنقول لكم شكرا بزاف لاي واحد علمني هنا في الاكاديميه. حنان عن جد بدي اياكي شوي. هيدي بتسخن فيها وهي ولا لا يا بنتي؟ اضربي. ايه ايه يعني عم تستفزك. هيدي شيل الضحكه، جربي شيل الضحكه. لا بدنا ما عم بعمل تمرين كرمال هيك، كرمالي يعني بدي اكسر شوي صوره البنت الناعمه. بدي اياكي عن جد شريره. يلا عصبي والله عصبت هلا. يلا وتضربيه كمان. تعرف انت عايزه ايه؟ بصي اقول لك حاجه، انت عارفه انت عايزه ايه؟ عارفه انت عايزه ايه؟ اوكي ماشي. انا بهدف النهارده. هاي بتتحول دي شريره على فكره، مش ممكن امثل معاها ولا شيء. ماما قالت لي ما غاديش نبكي، ولكن بصراحه نبغي نقول ماما كنبغيك بزاف. لا يخطيك عليا يا ربي، ويا ربي تبقاي ديما تاش فوق راسي. كان حماق عليك، انت احسن حاجه، انت وبابا احسن حاجه، الله احسن حاجه فريمون. الله عطاني هاد الهديه زعما، صراحه انتم هديه من عند الله. كان حماق عليكم، كنموت عليكم انتم حياتي كلها. بس ما غاديش نبكي حيت ماما قالت لي ما تبكيش. كان حماق عليك، يا احسن ام في الدنيا. كنبغي نقول لبابا ان شاء الله ما نكونش
ما نكونش خذلتك ونكون عند حسن ظنك. اسمح لي يا إلا بصراحة كنت باغيني نبقى الفاينل وما بقيتش يا ربي تكون فخور بيا يا ربي يا ربي وكنحماق عليك أحسن أب في الدنيا كلها وبس. في وياك وياك حبيت هواك حبيت هواك لحدو أكتر من المفروض وانت ولا قدرت علمت قلبي خلاص يوفر الإخلاص منك أنا تعلمت كل لحظة عشتها في الأكاديمي أنا فرحانة بها كل لحظة سواء أنا كانت غلطة أو لا مزيانة لأنه الإنسان من غلط كيتعلم وأنا بالنسبة لي إنسانة طبيعية جدا يعني كل حاجة كنديرها كنديرها بطبيعتي يعني ما كنفكرش يعني بصراحة يعني ما يعني إلا كنت متضايقة من شخص كنقولها له إلا كنت فرحانة كنقولها له لهذا الشخص دونك أكيد لا ما غاديش ندم على حتى شي لحظة عشتها في الأكاديمي هنا أكيد لا أوكي ماينفعش كده ماينفعش انت اللي من اليوم من اليوم ملكك انا من اليوم انا ما غاديش نخرج من الاكاديمي وانا دابا هنايا معكم هاد لا سيمين وغادي نشوف صحابي غنشوف رفايا اللي توحشتو بزاف وانتوما كنحماق عليكم